منورنا النهارده. اسمي احمد شابوري، مؤسس شركه تراثنا لتطوير واداره التراث، وبيسعدني ان احنا نبقى موجودين مع حضراتكم النهارده. انا وكريم ويحيى ونور بنتكلمكم النهارده على 200 سنه من توثيق التراث في مصر. والحقيقه الموضوع ده موضوع شيق وكبير شويه، كل واحد فينا هيقدم جزء واخدينه في خلال فترة زمنية طويلة. وفي نهاية البانل هنبتدي نتكلم مع حضراتكم على التجارب اللي عملها نور ويحيى في توثيق التراث في الفترة اللي احنا عايشينها في العصر الحاضر. هنبتدي الأول حاجة بتقديم سريع على الشركات اللي بننتمي ليها. شركة تراثنا هي شركة مصرية اتأسست من حوالي 6 سنوات بهدف تعظيم العائد الاقتصادي وتحسين تجربة الزائرين للمناطق التراثية في مصر. ده الهدف اللي اتأسست عشانه الشركة، وكانت الشركة محظوظة ان جت في وقت البلد نفسها كانت متشوقة لحاجة كده. كنا دايما نقول احنا عندنا حاجات كتير بس مش قادرين نستغلها كويس، عندنا تراث وحضارة وأثار لكن مش عارفين نطلع القيمة الكامنة جواها. فالحقيقة ده كان الدافع الأساسي اللي شجعنا نأسس الشركة هنا في مصر. وبنهتم في الموضوع ده ان احنا نجمع كل الناس اللي مرتبطة بالتراث. الإيكو سيستم بتاع التراث في مصر كبير لكن متفرق، فكانت الفكرة كلها ازاي نقدر نجمع الناس كلها وراء أهداف موحدة، وراء حاجة نسعى ان احنا نحققها كفريق عمل واحد. وكانت نقطة البداية دايما مع المعماريين والمرممين والمهتمين بالتراث، لان دول اكتر ناس الحقيقة كانوا بيشجعونا ان احنا نشوف الحاجات اللي عندنا اللي مش ظاهرة، الجمال اللي في الشوارع في القاهرة التاريخية والحاجات اللي في مصر اللي ما كناش شايفينها. اللي ساعد على كده طبعا السوشيال ميديا والإنستجرام، ان هو ساعدنا نشوف الحاجات الجميلة اللي موجودة. والحقيقة الطريقة اللي احنا بنشتغل بيها هي عن طريق تكوين شراكات مع القطاع الخاص والقطاع العام. ده النموذج العمل اللي قامت على أساسه الشركة، وكان لينا الحقيقة تواجد في أغلب المشروعات الكبيرة اللي حضراتكم بتشوفوها دلوقتي. كان أول حاجة قمنا بيها في مصر هو نموذج العمل للمتحف المصري الكبير، وده فاكر من حوالي 7 سنوات التقيت بالمسؤولين وكان عندهم هدف، عايزين ندير المتحف المصري الكبير بطريقة مختلفة، عايزين نعمله حاجة واجهة مشرفة لمصر. نعمله ازاي؟ ودي كانت البداية. فعملنا نموذج العمل كأول متحف قومي في العالم يدار عن طريق شراكة ما بين القطاع العام والخاص، اللي هي Public Private Partnership. والحقيقة المشروع ده بالذات أكيد بتشوفه دلوقتي، بدأت الناس تشوفه وتخش وتزوره. لو نجحنا بإذن الله في التجربة ده هتبتدي مصر بعد 100 سنة من تلقي البيزنس موديل من الغرب لإدارة المتاحف، إن احنا نبتدي نصدر نموذج جديد لإدارة المتاحف في العالم مبني على فكرة الاستدامة. لأن أغلب المتاحف في العالم دلوقتي بتقابلها ضغوطات في الموارد بتاعتها، النموذج اللي احنا قدمناه في مصر بيعالج الحتة دي عن طريق تعظيم العوائد الاقتصادية والثقافية من المنتج اللي موجود. الحقيقة كمان كنا محظوظين إن دخلنا في حتة منطقة أهرامات الجيزة عن طريق مشروع لإدارة المنطقة بطريقة مختلفة، اللي هو انتهى بتخصيصه برضو بطريقة عن طريق شراكة مع القطاع الخاص. والمشروع الثالث اللي قمنا به مع صندوق مصر السيادي ومجموعة بدايات للاستثمار، اللي هي تحويل منطقة باب العزب في القلعة إلى أول منطقة إبداع متكاملة في مصر. فالحقيقة دي أحد أهم المشروعات اللي اشتغلنا فيهم. والشركة بتقدم نموذج لثلاث حاجات للمناطق اللي بنشتغل فيها. أول واحد بنسميه الاكسبيرينس سنترز، إزاي نقدر نخلق تجربة مميزة للزائرين في المناطق التراثية اللي بنشتغل فيها.
الجزء الثاني عن طريق خلق مناطق إبداع، مراكز إبداع تقدر إن هي تجمع كل العاملين في المجال الإبداعي في منطقة واحدة، تبرز قيم التعاون ما بينهم علشان نقدر إن احنا نقوي المنتج الإبداعي المصري عشان يتخطى الحدود المحلية للخارج. والكونسبت الثالث اللي بنعمله اللي هو تحويل بعض الأماكن الغير مستغلة إلى مناطق تجذب السائحين المستقلين، وده جزء مهم في الاستراتيجية السياحية لمصر، إن احنا إزاي نقدر نعلي نسبة السائحين المستقلين اللي يقدر يجي ويقضي وقت أطول في بلد زي القاهرة واسكندرية وغيرها. فده باختصار تقديم عن الشركة، وبدعو كريم دلوقتي يقدم نبذة عن شركة الإسماعيلية. شكرا أحمد تاكي. ممكن التكر؟ شركة الإسماعيلية هي شركة انشأت سنة 2008، وكان الفكرة منها ان ناس كتير قوي كانت بتطالب ان الحكومة تاخد بالها من وسط البلد وترجع ترمم العمارات بتاعتها وتطورها. واياميها احنا كنا بنفكر ان ده نموذج مش ما فيهوش استدامة. النهاردة الدولة ممكن تنزل تدهن العمارات وتوضبها شوية، بس لو العمارات دي ما ابتداش يبقى لها استخدام جديد وبتدخل دخل من وراها يقدر يصرف على صيانتها وان احنا نفضل نطور فيها، فده هيبقى بس التدخل من الحكومة بشكل محدود والفترة محدودة. فالشركة قائمة على فكرة ان احنا بنشتري العمارات القديمة بتاعت وسط البلد وبنبتدي نستثمر فيها ونعيد استخدامها، استخدامات شبه اللي كانت قبل كده او استخدامات جديدة، ونأجرها ونطلع منها دخل يصرف على الصيانة بتاعتها ويرجع عائد للمستثمرين بتوعها يشجعهم انهم يكملوا يستثمروا في عمارات من العمارات التاريخية. الفيجن بتاعتنا لشركة إسماعيلية ومنطقة وسط البلد ان احنا بنشتغل على الترميم بتاع العمارات بس برضو احياء المنطقة، يعني ما يبقاش بس طوب والاسمنت الجنه من غير ناس ما تنداس، فلازم ناس تاني ترجع وسط البلد ويبقى فيه نشاطات جاذبه لهم. فالشركه بتركز على ترميم العمارات وفي نفس الوقت على ازاي نشد الناس تاني لوسط البلد. بنركز على نشاطات معينه زي السكني والمكاتب والفنادق والترفيه والمطاعم. وده فيديو عن الشركة. هو فيديو على فكرة. ايه؟ لا في فيديو يا جماعة. عارف ده مين؟ باريس الشرق اتبنت على قد ايه؟ وسماها الإسماعيلية على اسمه. قصتنا بسيطة. مباني جميلة بنرممها ونطورها وبنحييها عشان التراث هنا والثقافة هنا والتاريخ برضو هنا جماله بنحافظ عليه. تخطيط يتضرب بيه المثل هنا بعلو الصوت قالوا لها عظمة على عظمة، فن بحقه حقيقي مهما تعدي الأيام بنرجع لها، بنروح أماكن مفيش زيها، بنحافظ عليها عشان تكبر منها، بنحييها عشان ترجع وتحبها. ده فيديو مصورينه بالموبايل بتاع سلمى. أو احنا هقول حاجة واحدة أخيرة قبل ما أدي الكلمة تاني لأحمد، ان لما ابتدينا المشروع ده كان في ناس كتير قوي متخيله ان احنا هنحاول نرجع وسط البلد زي ما كانت زمان، يعني الناس لابسه بدل وماشيين في الشارع بياكلوا في جاتوه في جروبي وبيشربوا شاي الساعه 5 بعد الظهر. بس هو الفكره من اللي احنا ان اعاده احياء منطقه وسط البلد مش معناه ان احنا نرجعها للي كانت عليه قبل كده، بنرجع العمارات يمكن لشكلها القديم ولكن بنوجد لها استخدامات جديده بالاحتياجات المعاصره بتاعه الوقت اللي احنا عايشين فيه.
فدلوقتي حدي كلمة لأحمد يتكلم شوية عن التاريخ بتاع التوثيق بتاع التراث. موضوع النهاردة بيبتدي من المفروض من 200 سنة، بس احنا هنروح أبعد كده شوية. التاريخ الإنساني من أول العصر الحجري كان الإنسان عنده شغف بحتة التوثيق، إن هو يقول أنا كنت موجود هنا. المرحلة الزمنية كبيرة جدا هنجري عليها بسرعة، من أول الرسومات اللي في الكهوف العصور القديمة، العصر الحجري، العصر البرونزي، إلى أن وصلنا للحضارات كالحضارة الأولى الحضارة المصرية. كان دايما الإنسان عنده شغف بحتة التصوير أو إثبات وجوده في المرحلة دي بشكل من الأشكال، وده اللي احنا لو جينا بصينا علينا دلوقتي في عصرنا هذا هتلاقي إن حتة التصوير بالتليفونات المحمولة واخدة أغلب وقتنا، يعني السيلفيز وغيرها عاملة حاجة كده إن احنا عايزين نقول احنا كنا موجودين، احنا هنا وده اللي كنا بنعمله. والموضوع طبعا بتاع البانل النهاردة عن التصوير التوثيق عن خلال التصوير الفوتوغرافي، لكن مش عايزين ننسى برضو ان من اهم الحاجات اللي بيستخدمها الانسان في التوثيق هو الاورال هيستوري والريتن هيستوري. ومن اشهر الناس اللي هو بيسموه ابو التاريخ هيرودوت، ده كان من اوائل الناس اللي بدأت توثق التاريخ. وطبعا رحلاته لمصر كانت مسجلة بشكل كبير، وهو اللي أطلق على مصر هبة النيل. وطبعا كان ناس كتير بتقول إنه حكاياته مش كلها مظبوطة، وأعتقد ده ليه علاقة بالناس اللي كان بيقابلهم، يعني ممكن الناس في مصر كانت بتسرح بيه شوية أياميها. إنما هو اللي إدى توصيف دقيق لمصر في الفترة دي، فترة مصر القديمة. وكانت الحياة في مصر الناس تحب توثقها، تشوف على جدران المعابد والمقابر كانوا بيوثقوا حياتهم بشكل كبير جدا. وهنا كان في بيرسبشن خاطئ شوية عند ناس كتير بيفتكروا المصريين عندهم شغف بالموت. هو الحقيقة كان عندهم شغف بالحياة لدرجة ان هم من إيمانهم بأن الحياة بعد الممات عايزين ينقلوا كل التفاصيل حياتهم اللي كانوا عايشينها إلى المرحلة اللي بعد كده بعد الممات. فكانوا بيوثقوا كل حاجة وكانوا بيظهروا نفسهم في أبهى صورة، يعني دايما هتلاقي شكلهم كويس ومظبطين شعرهم وحاطين ميك اب وبيوصفوا تفاصيل مش بس لنفسهم، ده ايفن للحيوانات وطرق الزراعة بتاعتهم والطيور والنباتات اللي كانت موجودة أياميها. وكان إيمانهم ده ان هم عايزين في الافتر لايف ياخدوا الحاجات دي كلها معاهم. ووصل لنا منهم شغل كتير جدا، يعني لدرجة ان احنا كتير قوي من المتاحف هتلاقي عندهم الماكتات بتاعت بيوتهم القديمة، بتبين لنا كان تقسيمة البيت جوه عاملة ازاي، ايه الحاجات اللي كانت موجودة، الاكسسوريز اللي كانت موجودة، النباتات اللي كانوا بيزرعوها. وعندهم كمان النقوش البارزة على حوائط المعابد كانت بتبين تفاصيل كتير في حياتهم، بالإضافة إلى التماثيل اللي هي ثلاثية الأبعاد زي التماثيل المشهورة دهيت. ودي كانت طريقتهم للتوثيق للأبد بحيث أنه هو ينقلوها معاهم إلى العالم الآخر. وفي مرحلة متقدمة شوية أيام العصر الإغريقي والروماني ظهرت ما يطلق عليه بورتريهات الفيوم، ودي تعتبر أقرب ما يكون للتصوير الفوتوغرافي. ودي كانت لوحات بيرسموها الناس للمتوفي، يرسم صورته نفسها ويحطوها في الكفن بتاعه. ولو جينا بصينا على الصور دي وتمعنا فيها تلاقيها شبه الناس اللي عايشة هنا دلوقتي، يعني المصريين القدماء زينا زي الناس الموجودة دلوقتي، هنشوف أشكالهم شبه ناس أكيد ممكن قابلناهم أو شفناهم في حتة قبل كده. الطفل اللي على الشمال ده كلنا عارفينه صح؟ موجود في كل عيلة، في واحد في كل عيلة، الطفل الحزين. خلاص نمشي بقى شوية 1000 سنة كده بسرعة، نوصل للحملة الفرنسية اللي هو بداية 200 سنة اللي هنتكلم عليهم النهاردة. والحقيقة الحملة الفرنسية قد ما هي فشلت عسكريا بس هي نجحت ثقافيا بشكل كبير جدا. ولو حضراتكم تتذكروا نابليون بونابرت لما جاب الجيش بتاعه هو جاب معاه عدد كبير جدا من الفنانين والعلماء
والرسامين وكده عشان ينقلوا الحضارة المصرية بشكل دقيق. وده اللي وصل لنا عن طريق الكتاب المشهور اللي هو كتاب وصف مصر. الكتاب ده كان فيه مجموعة رسومات كبيرة جدا وثقت لنا شكل مصر في المرحلة دي في أواخر القرن الـ18. وده أحد اللوحات الموجودة، هي مش بترسم منظر طبيعي، هو يعتبر زي كولاج لمجموعة من الانطباعات اللي خدوها عن مصر من أول المسلة والمعابد والحيوانات وهكذا. ووصل لنا بعد انتهاء الحملة دي، قعد حوالي 20 سنة بيشتغلوا على كتاب وصف مصر، اللي هو وصل لحوالي 23 مجلد بيحكي عن كل حاجة عن مصر. وده كان العمل العلمي اللي أسس لعلم المصريات، يعني ده كان عمل مهم جدا. ووصل لنا في عصرنا هذا، نقدر نشوف شكل المعابد، نقدر نشوف شكل الحياة في ساعتها، دي كانت حاجات من القاهرة، نقدر نشوف شكل الناس كان لبسهم عامل ازاي، شكل النيل، شكل العمال اللي بيشتغلوا. الصورة اللي فوق على اليمين دي لإسكندرية عند قلعة قايتباي والميناء الشرقي السلطان حسن وهكذا. كان مصدر للتوثيق مهم جدا جدا جدا، وقام عليه حاجات كتير بعد كده، قامت عليه شغف العالم الغربي بمصر، وبدأت تظهر بعديه رحلات كتير لناس بدأت تيجي لمصر وتشوف العالم الجديد اللي هم كانوا شايفينه ده. والتوثيق كمان اللي تم في كتاب وصف مصر ما كانش بس مرتبط بالحياة اليومية والعمارة، إنما كمان كان بيوثق الطيور والحيوانات والنباتات اللي كانت موجودة. وده يعتبر حاجة مهمة لأن كتير منها مش موجود دلوقتي، اندثر يعني انقرض. المرحلة اللي بعد كده بدأت تظهر حتة الليتوغراف، وكان الرائد بتاعها وأهم واحد الحقيقة وثق مصر في المرحلة دي اللي هي منتصف القرن الـ19 ديفيد روبرتس. وده راجل اسكتلندي كان مهتم بالرسم، وبدأ يجي للقاهرة ومنطقة الشرق يعني، ويوثق عن طريق الرسومات للعمارة حاجات كتير جدا. ده مثلا مسجد السلطان قايتباي في القاهرة، والصورة اللي في النص يعني شكلها مألوف لناس كتير، تعرفوا فين؟ الغورية، مظبوط. الصورة اللي على الشمال تحت دي منطقة باب العزب اللي على الشمال، اللي هي في أسفل قلعة صلاح الدين قصاد السلطان حسن، ونور هيفرجنا حاجة عليها النهاردة. ودي صورة لديفيد روبرتس نفسه وهو قاعد مع محمد علي في قصر راس التين، بيوثق لحظة مقابلته ليه. وأعماله الحقيقة كانت أعمال مهمة جدا، دخلت في كل حاجة، باب زويلة اللي في النص مثلا، سور القاهرة، وده سور مجرى العيون اللي بناه السلطان الغوري في سنة 1503 عشان يوصل المية من نهر النيل لغاية القلعة فوق، وما زال قائم أجزاء كبيرة منه لغاية دلوقتي. جت بعد كده مرحلة التصوير عن طريق الرسم من قبل المستشرقين، ودي كانت مرحلة مهمة جدا، بس مش كل المستشرقين كانوا بيرسموا عن طريق زيارتهم لمصر، كتير منهم رسموا من خيالهم من الحاجات اللي شافوها أو العالم اللي حاولوا يتخيلوه للشرق. بس مجموعة الصور ده هي دي المستشرقين رسموا مناظر موجودة في مصر أياميها، مشهد مثلا لشخص قاعد في مجلسه قدام مشربية، ناس في السوق، و مشهد تاني في معركة حربية. وكانت مرحلة المستشرقين دي من المراحل اللي بدأت تخلي الغرب يبتدي يقول احنا عايزين نيجي نتفرج، عايزين نيجي نشوف العالم. كانوا بيشوفوه اكزوتيك، حاجة مختلفة، في غموض وفي شكل حياة مختلف عن اللي هم عايشينه في بلادهم. ووصلنا ده في مراحل القرن الـ19 لمرحلة التصوير. مع ظهور التصوير
بدأ لما وصل مصر بدأ يخش في حاجات كتير جدا. بداياته كانت عن طريق مجموعة بدأوا يجوا يصوروا المناطق الأثرية، مع وصول أوائل الأفواج السياحية لمصر عن طريق توماس كوك أعتقد في منتصف القرن الـ19 مع بداية السياحة. فبدأ الناس تيجي تزور وبدأ يجي معهم مصورين يوثقوا زياراتهم دي عشان يبيعوا لهم، زي ما بيحصل دلوقتي الناس اللي بتنزل شارع المعز هتلاقي حد ماشي وراك عايز يصورك. نفس المنظر كان بيحصل من 150 سنة في مع السياحة الأوروبية اللي وصلت مصر. فنقدر نشوف ان مجموعة المصورين دول كانوا بيصوروا طبعا معابد، نقدر نشوف هنا صور للحاجات اللي في مصر العليا في الصعيد، صور لمعابد معبد الأقصر، معبد أبو سمبل ومعبد فيلة. وكانوا كمان بيوثقوا ويصوروا الحياة اللي عايشها المصريين ساعتها. والميزة اللي بتديها الصورة عن الشغل بتاع المستشرقين ان هو ما فيهاش اضافات من الخيال. في العصر ده ما كانش فيه فوتوشوب ولا اديتنج، فالصورة اللي بتصورها هي المشهد اللي حاصل قدامك، هو ده الحقيقة. فبتدينا احنا دلوقتي بعد 150 سنة شكل الناس اللي كانت عايشة في مصر في المناطق دي كان شكلها ازاي، لابسين ازاي، حياتهم كانت عاملة ازاي. وده كان تصوير دقيق للتاريخ، ما فيهوش لعب خالص. دي صور بتوثق السواح اللي جم مصر. وطبعا اياميها ما كانش في هيئه الاثار، ما كانش في ريستريكشنز، كان الناس بييجوا يجيبوا اكلهم ويقعدوا يعملوا بيكنيك في المعبد او يطلعوا يقعدوا فوق الهرم. فكانت الدنيا مختلفه عن دلوقتي خالص. صوروا كمان المدن، القاهره، اسكندريه، الاقصر، الجيزة. وكمان كانوا بيصوروا أسلوب الحياة بتاعت المصريين في الوقت ده. ده الكوبري قصر النيل، كان ما كانش فيه عربيات، كان فيه جمال ساعتها زي ما حضراتكم شايفين كده، العربية الكارو اللي بتنقل الأسرة كاملة، المحلات، شكل البياعين. وبعد كده ظهرت مرحلة المصورين لما استقروا في مصر، ولينرت ولاندروك دول كانوا مصورين محترفين طبعا، لكن كان أسلوب تصويرهم واخد شوية من المستشرقين. بمعنى إيه؟ إن هو ما بقاش يصور اللقطة الطبيعية الحية زي ما هي، لا، بدأ يحط فيها بوز معين أو شكل معين، عايز يقول بيه حاجة معينة، ستيج زي ما بيقولوا. وكان شغلهم موجود في مصر وفي منطقة شمال أفريقيا، وكانوا بيصوروا حاجات كتير جدا، منها حاجات ممكن تكون مختلفة عن التوثيق الحياة في ساعتها، لا، بيبقى حاجات كلها فيها جانب فني أو جانب تخيلي معين، إلى أن جينا في مرحلة الخديوي توفيق، لما بدأت كتير من الآثار المصرية الإسلامية والقبطية بدأت تتهدم، بدأت يحصل فيها تدهور كبير. وراح مؤسس حاجة اسمها الكوميتي دو كونسيرفاسيون دي مونيمون دار أراب، اللي هي لجنة توثيق التراث والفنون العربية، اللي دي كانت النواة الأساسية اللي وصلنا بيها إن عندنا هيئة أثار ووزارة أثار دلوقتي. الناس اللي اشتغلوا في المرحلة دي وثقوا كل الأثار الموجودة في القاهرة التاريخية، والأرشيف بتاعهم محتفظين بيه لغاية دلوقتي في القلعة، قلعة صلاح الدين، مازال موجود. ودول اللي أسسوا فعلا للتوثيق بغرض الترميم. وعلى أياميهم اترمم أثار كتير جدا في مصر. لو حضراتكم نزلتوا في القاهرة التاريخية
هتلاقوا في مداخل كتير من الأثار تاريخ منحوت على الحجر بأن الأثر ده تم ترميمه من قبل لجنة الأثار في سنة كذا. واللجنة دي الحقيقة بدأت تشتغل في القاهرة التاريخية إلى أن وصلنا لبناء المتحف المصري الكبير ووصول الأثار المصرية في وسط البلد في الحتة اللي احنا فيها النهاردة. سنة 1903 تأسس المتحف المصري في التحرير كأول متحف متخصص لبنية كمتحف في المنطقة اللي احنا عايشين فيها أفريقيا والشرق الأوسط، وبقى يحتوي على أكبر مجموعة للأثار المصرية في العالم أياميها. وكان العمارة بتاعته جميلة جدا الحقيقة، فيها تفاصيل كتير. يعني المتحف نفسه يعتبر قطعة متحفية، لو حضراتكم رحتوا وقفتوا قصاد الباب وبصيتوا فوق هتشوفوا تماثيل رائعة الجمال، تفاصيل دقيقة رائعة. وأنا عارف إن في محاولات مصر بتعملها إن المبنى المتحف يسجل كموقع تراث عالمي. ومن هنا بدأت تظهر الفوتوغرافيا في تسجيل زيارات الزوار سواء أجانب أو مصريين اللي هم جايين يتفرجوا على المتحف. وزي ما حضراتكم شايفين الصورة دي من جريدة قديمة، بس بتبين لك شكل المصريين زمان والأجانب. كانت نازلة في جريدة الأهرام في بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير. وهنا احنا وصلنا لوسط البلد ومفيش حد يقدر يتكلم على وسط البلد وكريم شافعي موجود، فأنا بدي لك التكر وتفضل. أنا هتكلم شوية على تاريخ وسط البلد، بس أنا عايز أتكلم كمان على موضوع توثيق التراث. احنا يمكن بنتكلم دايما او الفكر عندنا دايما ان توثيق التراث ده معمول للاكاديميين والناس اللي بتقعد في اول صف في المدرسه، نوع حاجه بس بنقعد ندرسها كده ونخزنها عندنا ونرجع نفتكرها قدام ونستمتع بشكل الناس زمان. بس الحقيقه ان تسجيل التراث ده او توثيقه احنا بنستعمله في حياتنا في له تطبيقات كتير قوي. في ناس بتستعمله في الموضه، بييجوا يجيبوا color combinations قديمه او موتيفات معينه بيستخدموها، بيستخدم في الفرنتشر ديزاين، بيستخدم في حاجات كتير قوي. وانا هديكوا examples ازاي احنا كشركه اسماعيليه بنستفيد من التوثيق اللي حصل للتراث ده في الشغل اللي احنا بنعمله. هبتدي معاكم بقصه وسط البلد، ان يمكن هبتدي actually من باريس. في منتصف القرن 19 1853 to be exact، باريس كانت مدينة عبارة عن شوارع ضيقة جدا، عمارات قصيرة ومبنية بشكل عشوائي، فيها طين في الأرض، ما فيهاش صرف، ما فيهاش مية نظيفة. وجي نابليون الثالث جاب المحافظ بتاع باريس في الوقت ده البارون أوسمان وقال له أنا عايزك تعمل لي مدينة جديدة حديثة نظيفة، وخد كل اللي انت عايزه بقى، فلوس وسلطات زي ما انت عايز. براء أوسمان راح نازل هادد كل الأحياء القديمة بتاعت باريس، وراح مخطط باريس جديدة اللي احنا عارفينها النهاردة، الشوارع العريضة بتاعتها والميادين، وأسس فيها شبكة صرف صحي وشبكة مية، وبقت باريس الشكل اللي احنا عارفينه النهاردة. الخديوي إسماعيل في الوقت ده سافر باريس، وكانت مصر أياميها شبه باريس قوي، كان مصر بتدار من القلعة، والمدينة مدينة القاهرة كانت هي القاهرة الفاطمية والقاهرة الإسلامية بتاعتنا، شوارع الضيقة بتاعتها والحواري والمباني القصيرة. فخديوي إسماعيل شاف المنظر ده شبط في باريس، وراح واخد طقم المهندسين اللي كانوا شغالين مع بارون أوسمان وراح رجع بيهم على مصر وقال لهم اعملوا لي مدينة شبه باريس. وراح مديهم المساحة اللي هي فيها وسط البلد النهاردة، كانت عبارة عن مستنقعات وأرض طينية كده مش مستغلة جنب النيل. وبالفعل راحوا عاملين التخطيط بتاع وسط البلد، وأياميها كمشروع عقاري هو فشل. الخديوي إسماعيل إدى الأراضي دي لمجموعة من الأغنياء والبشوات بتوع الوقت ده، عملوا فيها القصور بتاعتهم، وفي خلال 20 سنة كانوا زهقوا من المنطقة وعايزين ينقلوا في الأماكن الجديدة بقى، الزمالك وجاردن سيتي وإيفانشلي مصر الجديدة.
فابتدوا يبيعوا الفلل بتاعتهم لناس تانية هي اللي بنت العمارات اللي احنا شايفينها النهاردة في وسط البلد، وده كان في مطلع القرن العشرين. قعدنا بعد كده بقى في أول 50 سنة في القرن العشرين وسط البلد دي الحتة الإن بتاعت مصر دي اللي فيها المحلات بقى اللي بتبيع البرودكتس الهاي اند برودكتس، فيها المطاعم مسارح والسينمات، فيها الفنادق، فيها الشركات كلها استابلشت هناك، الفنانين كانوا عايشين في وسط البلد، وسط البلد بقت المكان الهيصة بقى. جت الثورة بتاعت 52 وغيرت شكل النسيج المجتمعي كله، وبالتالي كان النسيج العمراني بتاع وسط البلد اتغير معاها. جم فئات جديدة كان ما كانتش عايشة في وسط البلد ابتدت تسكن في وسط البلد، الأجانب هربوا منها وهربوا برا مصر خالص، تأممت العمارات وابتدى يتحط فيها شركات قطاع عام كتير قوي. بعدين جت السبعينات الفترة بتاعت الانفتاح، والمحلات القديمة بقى اللي كانت مطاعم ومكتبات مرة واحدة اتقلبت كلها محلات جزم. مش عارفين ليه محلات جزم بس في الوقت ده، حدش فكر يفتح اي محلات غير جزم. وبعدين في الثمانينات والتسعينات ابتدت المنطقة تتدهور تماما بقى، مفيش حد بيصرف عليها، المجتمع كله اتغير تماما. وفي اوائل القرن الواحد وعشرين ابتدت مجموعة من الفنانين المستقلين يرجعوا يبتدوا يشتغلوا من وسط البلد ويبقى ستوديوز بتاعتهم هناك، تالي ده اللي ابتدى يحرك الحركة اللي احنا بنشوفها اليومين دول في وسط البلد. انا بحكي لكم قصة طويلة دي عشان اقول ان وسط البلد على مدار فترة صغيرة، يعني بنتكلم في 120 سنة، اتغيرت كم تغييرات، كل واحدة كانت بتغير شكل العمارات وشكل المحلات، شكل الناس اللي عايشة في الأماكن دي أو اللي بتستخدمها، وشكل النشاطات اللي موجودة في وسط البلد. فالتوثيق بتاع كل المراحل دي مهم جدا بالنسبة لحد زي شركة الإسماعيلية، إنها تقدر ترجع العمارات لشكلها القديم وتقدر تحيي وسط البلد وتجيب الناس تاني. لازم نفهم إيه اللي حصل قبل كده ونقدر نبتدي نشوف إزاي نرجعه للي كنا فيه قبل كده. فبالنسبة لنا الفيجوال بالنسبه لنا الفيجوال دوكيومنتيشن بنستخدمها او التصوير له في استخدمنا 4 مراحل. المرحله الاولانيه ان احنا بنشوف كل اللي موجود عن العمارات بتاعتنا وعن وسط البلد في من زمان، كان شكل العمارات ايه وشكل الشوارع والناس كان شكلها ايه. بعدين احنا بنعمل توثيق للعمارات بتاعتنا اول ما بنشتريها بالوضع اللي هي كانت عليه وقت ما اشتريناها، بنوثق التغيير اللي احنا بنعمله في العمارة دي كترميم او اعادة استخدامها وتغيير الفانكشن بتاعتها، واخيرا بنعمل نوع من الدوكيومنتيشن علشان نعمل تسويق للمكان ده ونجيب الناس تاني تيجي وسط البلد. فده مثال ازاي العمارات كانت زمان. دي عمارة 33 شريف، ده صورة قديمة لها لقيناها، ولما اشترينا العمارة كانت المحلات اتغيرت خالص بقى. طبعا كان في لولي بوب عامل واجهة فوشيا، ومنفيس للسياحة عامل طلع بالواجهة بتاعته 4 متر قدام. فرجعنا للصور دي علشان نبتدي نرجع شكل العمارة والمحلات بتاعتها، وفعلا قدرنا ان احنا نرجع مجموعة من المحلات لشكلها القديم. عمارة كودك، عمارة كان بنيها إيسمان كودك وحطت فيها شركة كودك، وبرضو دورنا ولقينا الشكل بتاعها القديم وايه الفانكشنز اللي كانت موجوده فيها. لما بنيجي ندور على الصور دي ساعات بنلاقيها عند الملاك بتوع العمارات، ساعات بنلاقيها في مجلات قديمه، ساعات بنلاقيها في افلام. فدي لقطه من فيلم عربيه داخله تركن قدام عماره كودك، وقدرنا منها نعرف شكل الواجهه كان عامل ازاي ومين المحل اللي كان جنبها اللي هو الجمال النهارده بقى عيش وملح. غير الدوكيومنتيشن اللي بنعملها للعمارات، احنا بندور كمان على الناس كانت عايشة ازاي وكانت بتعمل ايه في العمارات دي وكانت شكلها ايه الناس. في ساعات بنعرف كمان اتجاهات الشوارع كانت عاملة ازاي بس من ان احنا نبص على الصور. فالصورة دي مثلا نعرفين ان شارع عدلي ماشي في الاتجاه ده، فكده شارع عدلي بقاله 150 سنة ماشي في الاتجاه ده، يتهيألي ده الشارع الوحيد في مصر اللي فضل محافظ على اتجاهه يعني. بنشوف برضو التنوع بتاع الناس اللي كان موجود اياميها، كان في اجانب كتير مصريين اكتر. واحنا بنبتدي نعمل برضو التوثيق بتاعنا للمرحله اللي احنا فيها.
فدي صور حديثة لنشاطات من اللي موجودة في وسط البلد. حاجة تانية بنعمل لها توثيق برضو، ده مثال مشروع من المشروعات بتاعت شركة إسماعيلية، الخطوط اللي بيكتب بيها اليوفط في المحلات وفي والدكاترة والمحامين، دي الفونت ده بيتغير مع التغيير بتاع الوقت وبيتحرك مع الفنون ومع ايه الموضة بتاعت اليومين دول. فوسط البلد مليانة يوفط من 100 سنة ومن 50 سنة ومن 30 سنة، كل واحدة منهم بتعبر عن مرحلة معينة في وسط البلد. فنزلنا عملنا دوكيومنتيشن لليوفط القديمة وابتدينا نطلع منها فونتات، واخترنا مجموعة منهم أخدناها حولناها للألفابت كلها، كل الحروف، وعملناها ديجيتال ونزلناها على بلاتفورمز عشان الديزاينرز يستخدموها. الفونتات القديمة دي كانت ما بيكانوش بيلاقوها في حتة جاهزة، كان كل محل بيجيب فنان بيعمل له ديزاين للفونت بتاعه هو شخصيا، وهم دول اللي اخدناهم وحولناهم للخطوط اللي انتم شايفينها تحت. فمثلا المستشار كمال الاسلامبولي اخدنا اليافطه بتاعته وطلع منها خط اسمه مدينه البط، وده استخدموه الكايرو كي في اكشلي في واحد من الفيديو كليبس بتاعتهم للتايتلز والهيدلاينز بتاعتهم. في الشغل بقى بتاع العمارات بنعدي في الاربع مراحل دول، وهديكوا اكزامبلز من عمارات من بتوعنا، بس همشي فيهم بسرعه لان احنا عندنا صور كتير قوي. لافينواز دول الاربع مراحل بتوعها. اول مرحله اللي على اليمين خالص دي، ده كان وقت بنا قصر سعيد حليم 1896، كانت لافينواز ظاهره في الاخر في الكورنر هناك، فاحنا عارفين ان هي اتبنت من سنه 1894، كناش لاقيين في المستندات هي اتبنت امتى، بس عرفنا من الصوره دي. فده يعني مثال حي لإحنا إزاي استخدمنا الصور في إن إحنا نفهم العمارة بتاعتنا. الصورة اللي بعدها ده شكل الفينواز لما اشتريناها، وكان شركة المحلة الكبرى عاملة حاجة شياكة قوي، راحوا مهدين الواجهة وحطينها كلها إزاز عشان يطلعوا المنتجات بتاعتهم الناس تشوفها في الشارع. ده أثناء الشغل بتاعنا، وده شكل الفينواز بعد ما خلصنا شغله وافتتحنا المبنى في 2018. فدي بقى صور من الدوكيومنتيشن بتاعتنا اللي وضعها لما اشتريناها. كانت الأسطح بتاعتها كانت متبهدلة، كانوا جم ركبوا أسانسير في وقت متأخر شوية، فرحوا ضربين كده كابل حديد في عرض السقف بتاع الفينواز. كان في شقق مقفولة، وكان في الشقة اللي على الشمال دي كانت واحدة ست اتوفت في الشقة، وأهل العمارة هم اللي تولوا انهم يدفنوها، وللأسف ما كانش لها عيلة فسابوا الشقة لغاية لما احنا اشتريناها 15 سنة بالشبابيك مفتوحة بكده. وكان في شركة قطاع عام بترمي الزبالة بتاعتها في المنور، لما دخلنا كان ارتفاع الزبالة متر ونص تقريبا. دي صور يحيى اللي كان صورها، يحيى العلايلي، وهنا باين الاسانسير اللي كان اتضاف على العماره بعد كده. ودي المرحله اللي احنا كنا بنشتغل فيها، قشرنا بقى دهانات قديمه جدا، رجعنا للحجر الاوريجينال بتاعها، ووثقنا كل مرحله من مراحل الشغل اللي احنا عملناها في العماره، وده شكلها النهارده بعد بقى ما رجعنا كل الزخارف بتاعتنا وشلنا العميد الحديد ورممنا كل التفاصيل بتاعتها. وبقى لها استخدامات كتير قوي، اهمها ان في مكتب شركه كونتاكت هناك، بس بنستخدم الروف ان احنا نعمل فيه ايفنتس، عملنا فوتو شوتس فيها واتعمل فيها كونفرنسز، وما زلنا بنستخدمها النهارده كتير قوي في الايفنتس بتاعتنا. سينما راديو حبيبه قلبي، دي برضو الاربع مراحل بتوع سينما راديو. دي صوره قديمه، صورة لما اشترينا العمارة أثناء الشغل بتاعها وشكلها بعد ما اترممت. الصورة دي مهمة قوي لأن هي بتورينا حجم التغيير اللي حصل على الواجهة بتاعت سينما راديو على مدار السنين. ده كان الفونت اللي مكتوب بيه سينما راديو، هنا اتكتب بالعربي على الناحيتين وتشال الإنجليزي اللي كان موجود. في حد شايف إن أنا عايز أطلع الأفيشات بتاعت الأفلام برة، فراح حطت اليافطتين الشياكة دول في الواجهة، وهي عمارة أرت ديكو، بس هو قرر أنه يحط فرنش كلاسيك يوفط برة. المحل ده كان نفسه في محل بومبي، فراح طلع بالواجهة بتاعته القدام.
هو الفيديو شغال. لقينا فيديو قديم لسينما راديو. ايه ده؟ فمن الفيديو ده عرفنا ان كان في محل اباجورات على الناصيه، وعرفنا ان المصريين مش بيكنسوا الممرات طول عمرهم، وكنا عارفين ان في محل اسطوانات جوه محل كولومبيا. فكل ده بيقول لنا ايه النشاطات اللي موجوده كانت. وده صور تانية من ساعه لما اشتريناها، برضو في حد راح رازع العواميد الفرنش دي، وراح جاي هنا حاطط الثلاث يفط بتاعه الافيشات هنا اهو، وعمل سلمة في نص الممر طلع. اكتشفنا بعد كده انها خرسانة مسلحة، وقعدنا يمكن شهر ونص بنشيل السلمة دي. وبعدين عملنا تصميم لحاجات ما كناش لاقيين الاصل بتاعها، زي الارضيات. احتاجنا ان احنا نعمل تصميم لوجهات مختلفة عشان نحط التكييفات جواها، وده بقى شكل سينما راديو النهاردة. في حاجة برضو أحب أقولها، إن الأسانسير اللي راكب هناك ده أسانسير إحنا اللي ركبناه، لأنه كنا محتاجين، كان في احتياج لأسانسير، واخترنا إن هو يبقى شكله very modern، يعني contrasting مع الشكل بتاع العمارة، عشان الناس اللي تيجي كمان 100 سنة ما يقولوش، ما يتلخبطوش ويفتكروا إن الأسانسير ده كان من أصل العمارة. لو ما لقوش التوثيق بتاعنا يبقوا عارفين إن ده من فترة زمنية مختلفة. فبنختار حاجة تكون very modern بس ماشية مع شكل المبنى. وطبعا اعادنا استخدام السينما والمسرح ومنطقة وكل الكومبلكس بتاع سينما راديو. اتعمل مكاتب في المبنى الرئيسي، برنامج باسم يوسف وأبلة فهيتة كانوا عندنا تحت في المسرح. هنا عملنا مؤتمرات كتير وحفلات، والمحلات تم استخدامها تاني، بقى في سبك كافيه وديوان وجيد. قنصلية is another example. هنا ما لقيناش صور قديمة، فاضطرينا ان احنا نشتغل بنفسنا، ان احنا نشيل نقشر اللايرز اللي كانت اتحركت فيها القنصلية. القنصلية دي كانت مبنى مملوك للسفارة الفرنساوي، كان القنصلية الفرنساوي، وده كان شكله لما اشتريناه، الاشغال اللي عملناها وشكله النهاردة. لما اشتريناها طبعا اول مره قالوا لي تعالى بص على القنصليه اتفرج عليها. انا كنت متخيل بقى انا رايح داخل حته من باريس في وسط القاهره يعني. دخلت لقيت مجمع التحرير الفرنساوي، بنين بقى حاجات حديد في النص، وعاملين سقف ساقط، وشايلين حيطان، وقافلين بيبان، ومغيرين ارضيات. كانت متدمره تماما يعني. الحاجه الوحيده اللي حافظوا عليها هي المرايه اللي في النص دي. دي مرايه هيستوريك، والسبب الوحيد انهم حافظوا عليها انهم ما عرفوش يشيلوها وهم ماشيين، يعني غير كده خدوا كل حاجة. فرجعنا احنا عملنا قشرنا كل اللايرز اللي كانت موجودة في القنصلية، وابتدينا نشوف اذا كان مثلا الحيطة اللي موجودة في الدور الاول دي موجودة في التاني والتالت، ولا حد فتح اوض على بعض. فبنبتدي نرجع ونفهم شكلها كان عامل ازاي. هم كانوا اكتشري جم عند الشبابيك بتاعت المبنى، عشان ده كان القسم بتاع الفيزا، راحوا مقفلينه بطوب، واحنا رجعنا فتحناه تاني، وده بقى شكل القنصلية النهاردة، وبقت co-working space، يعني function جديدة للمبنى. وفي كل مرحلة من دول احنا بنوثق اللي بيحصل في المبنى، وبيتعمل فيه events النهاردة، conferences و art events و talks و seminars. شرباجي is another building، لسه ما ده عملنا لهش تطوير كامل، فعندنا الصور بتاعت قبل ووقت لما اشتريناه، وشوية شغل اتعمل على الواجهات. المبنى ده is very interesting لأنه في تقاطع مهم قوي، فله صور كتير جدا عندنا. بس هو كان اللي بناه عائلة ديفيس براين، واشتروه عائلة الشرباجي في الأربعينات. بالصدفة من شهر كلمتنا واحدة ست إنجليزية عندها 70 سنة،
هي حفيدة الناس اللي بنوا العمارة دي وعمرها ما جت مصر، وكانت عايزة تزور العمارة وعندها كل القصص بتاعت العمارة دي ازاي اتبنت، وعندها صور قديمة ورسومات للمكان، فهتبعت لنا كل الدوكيومنتيشن دي عشان نبتدي نسبلمنت الدوكيومنتيشن اللي عندنا للمبنى. وطبعا دايما بنعمل الارت ايفنتس بتاعتنا في كل العمارات اللي احنا عندنا. 22 فريدة دي انا قربت اخلص يا جماعة. دي عمارة برضو من اوائل القرن العشرين في 1915 او 18. محطة البنزين شال اللي تحت دي لسه موجودة، بس اسمها دلوقتي مصر للبترول. واحنا طورنا العمارة دي والنهاردة هي مستخدمة مكاتب وشقق سكنية. اللي very interesting في العمارة دي ان احنا الشقة اللي متصورة تحت ما كناش لاقيين اصحابها، فجبنا private investigator قاعد يدور على اصحابها لغايه لما لقاهم في استراليا. وصلنا للراجل ابن صاحبه الست اللي كانت مأجرة، واتفقنا معاه ان هو يفتح لنا الشقه وبعت لنا المفتاح عن طريق واحد قريبه، وقدرنا ان احنا نخش الشقه وناخدها. وعملناها بعد كده انتو ان اير بي ان بي ابارتمنت، ورممنا كل الارضيات والبيبان والشبابيك بتاعتها للشكل القديم بتاعها، وزرعنا الممر وحافظنا على مصر البترول. وبرضه اتعمل فيها مجموعه من الايفنتس اوفر ذا ييرز. تمارا برضه بيلدينج تاني ما عندناش الصور القديمه بتاعته، بس العماره دي كانت فيري انترستينج لان اصحاب العماره كان كل ما في شقه بتفضى بيأجروها اوض، دي لترزي ودي الواحد بيصلح ولاعات ودي المخزن فلما جينا لقينا العماره دي متشخرمه، كل واحد باني بقى دور تاني جوه الشقه بتاعته، واللي عامل حمام واللي فاتح فتحه في ظهر العماره وبتاع. فالتوكس ميبي 2 ييرز عشان نقدر نرفع كل المساحات وندور ونطلع حاجات. وبعدين اكتشفنا بعد كده بدروم 400 متر كان مدفون تحت العماره. ده شكلها ما استلمناها، ودي الشقه اللي كان حالتها كويسه اللي على الشمال دي كانت ولقينا شقة من الشقق القديمة الوحيدة اللي كانت مقفولة، تعرفنا نطلع منها كل التفاصيل اللي استخدمناها بعد كده في ترميم العمارة. والنهاردة دي بتتعمل ديزاين هاب مع مجموعة من الديزاينرز المصريين، وهتبقى فيها اكتيفيتيز لها علاقة بالتصميم والإنوفيشن. دول كانت امثله من العمارات بتاعتنا عشان تبقوا فاهمين قد ايه بالنسبه لنا كل صوره بتتاخد في وسط البلد مهمه بالنسبه لنا، وبتساعدنا ان احنا نرجع العمارات للشكل اللي كانت فيه قبل كده. في عمارات الحمد لله ان اتعمل لها سام سورت اوف دوكيومنتيشن، لان دول مش موجودين انيمور. في منهم حاجات اتهدت وحاجات، يعني الكونتيننتال هوتيل ده اتهد، الاوبرا اتحرقت في السبعينات. كل دي عمارات كانت موجودة في وسط البلد واتشالت في وقت من الأوقات. آخر حاجة ان احنا بنعمل دوكيومنتيشن علشان البراندنج وعلشان نأتراكت الناس تاني انتو داون تاون. فاحنا بنعمل a lot of arts and cultural events، يعني النهاردة كايرو فوتو ويك ده احنا بنستضيفه لان it is a cultural artistic and cultural event، وبنعمل دوكيومنتيشن للحاجات اللي بتحصل عندنا. We run across all different forms of art، في فاشن شوز وفي سبورتس سام سبورتس اكزيبيشنز كونسرتس حفلات. وبعدين حاجه تانية بنعملها او بنستخدم التصوير فيها في الشغل بتاعنا، عندنا حاجه اسمها داخلي شركه او ديبارتمنت من الشركه عندنا بتدي سبيسز للناس اللي بتصور مسلسلات وافلام واعلانات، فيديو كليبس بتاعت اغاني، فوتو شوتس، فاشن شوتس. فبنديهم السبيسز لان دي بيقول لك حاجه اكيد مليان مليان. سندس ما تضحكيش عشان دي اللي بتحصل لي كل مره، صح؟ ايه بتحصل. طيب فدي بتساعدنا ان احنا نخلي الناس تبتدي ترتبط ايموشنلي بوسط البلد تاني، ان احنا
فاشن شوتس بتعمل فيها فيديو كليبس، بتخلي الناس تبتدي تتعود على الفيجوال بتاع وسط البلد والمدينة، لان احنا بنعاني من الناس كتير قوي خرجت برا المدينة وما عندهمش اي فكرة الحياة الاوربن دي شكلها عامل ازاي. في اجيال اتولدت وتربت في سوبربيا ومش فاهمين يعني ايه مدينة وقد ايه المدينة دي حاجة حلوة ولها طابع مختلف خالص، وفي ناس بتحبه اكتر ما بتحب سوبربيا. فلما بيشوفوا الايكونز بتاعتهم بيتصوروا في وسط البلد they can relate to it. بنعمل ديتور which is a tour of downtown guided، بيشرح الهيستوري بتاع الداونتاون والعمارات، وبنعمل توثيق ليها برضو، ودي بتدخلنا على السوشيال ميديا، كل واحد بيبوست على السوشيال ميديا الحاجات اللي هم بيشوفوها في وسط البلد. One minute خلاص. Downtown for All Exhibition دي كانت عملنا مسابقة أونلاين من 3 أشهر للناس تصور صور في وسط البلد، وعملنا لها عرض في سينما راديو، وكانوا بيصوروا and they document everything in downtown، سواء ناس ماشية في الشارع أو المباني. والداونتاون سوشيال ميديا دي السوشيال ميديا هاندلز بتاعتنا بتاخد كونتنت من الناس وبتنزله على السوشيال ميديا بتاعتنا. اخر حاجه ده كتاب احنا عملناه، يحيى از وان اوف ذا بارتيسيبنتس فيه، بنوثق وسط البلد بس بشكل مش العمارات، وبنوثق الوضع بتاعها النهارده من النسيج العمراني بتاعها مور اور ليس. فعندنا 3 فوتوغرافرز كلكم غالبا عارفينهم، كريم الحيوان هي توك بيكتشرز اوف الناس اللي عايشه في وسط البلد لغايه النهارده من الاجيال القديمه اللي عايشه في وسط البلد وبتشتغل في وسط البلد، وصورهم في الانفايرمنت بتاعهم. بيلو حسين صورت المسارح القديمة المقفولة والسينمات، وصورت زاوية اللي هي مسرح قديمة وسينما قديمة وتم استخدامها استخدام حديث. ويحيى العلايلي صور المطاعم والقهاوي والبارات بتاعت وسط البلد القديمة بوضعها اللي هي موجودة فيه النهاردة. وده يديني أنقل ليحيى. مساء الخير. بس انا قبل ما انقل على الحاجه بتاعتي، المكان اللي على اليمين تحت ده اتهد من 4 سنين، يعني بعد ما اتصور بسنه صاحب الكافيه، او هو كان كباريه مش كافيه، قرر ان هو ما عرفش تاب او حاجه فهده، جابه على الارض وموضوع مختلف خالص، بقى مأساة. يعني شال كل الارت ورك، المكان ده بينتد، يعني سيلينجز والوولز كلها توتالي بينتد. فخش على ال انا بس هرجع لفينوانا. دخلت في فينوا 2012، كنا بنشتغل مع وزاره الثقافه السويسري، كنا بنعمل انالوج بورتريتس، واخدت، ما كنتش عارف اني هخش تاني 20 بعد التجديد، اخدت نفس بير السلم على حالته، وده بعد الرينوفيشن اللي حصل. فده اول اكزامبل كده سريع للدوكيومنتيشن. ده كيس ستادي كامله على شقه مقفوله بقى لها حوالي 50 سنة في شارع شريف. هي العيله يوناني، انا مش عارف اقرا الاسم، لو حد بيعرف يقرا ده، حاجه بالفي، فيلياندوس حاجه كده. اتس ا فيري جود ريفرنس للناس اللي بتشتغل اركيتكتشر وانتيريرز دلوقتي. يعني كنا دايما بنشوف الافلام الابيض واسود مش عارفين الوان، يعني الحيطان هي لون فاتح، هو ابيض، هو بيج، هو مفيش الالوان زي ما انتم شايفين، بس هي معلش بقى دي الوان البروجيكتور. الحيطه اللي جوه حمراء واخضر واصفر، وهنا الكوريدورز طبعا فيري لايت جرين مع القرش الصفراء، والمطبخ. المطبخ ده بحالته بالاحواض القديمه بالتايل زي الكانالتكس، فده حاجه ما اتلمستش اولموست فوق 40 سنة. بعد كده ده من 1980s مقفول، ده مكتب محامي. فمعرفش لو تفتكروا الفتره بتاعت الافلام المقاولات الاول الثمانينات اللي كلها مناظر طبيعيه في البيوت دي. فهنا ده المين اوفيس الرئيسي، يعني لازم ادخل الاقي وحيد سيف هو المحامي، وداخله محمد عوض ونبيله السيد بيتطلقوا.
حاجه يعني بس تاس تو بي دوكيومنتد لان هو حاجه بطلت خالص يعني هو تقليد للترامبلوي على فيري لوكال يعني. دي حاجه ثالثه بس احنا ما عرفناش يعني ما كانش ليا اكسس قوي على المكان ده اللي هو صوت الفن الشركه بتاعت عبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب. هم خلاص هم خرجوا من البريمسز بتاعهم دوت ما رضيوش يدخلونا جوه قال لك صور اللي انت عايزه بس من بره. فام فاين اخدت الصوره اللي من بره بدفتر الحضور والانصراف بس ما كنتش فاهم ايه الدايرتين اللي في الحيطه دول حاجه غريبه قوي. قعدنا مستنيين لحد ما الموظفه الست كبيره بقى لها 30 40 سنه بتشتغل طلع ان دول البوينت اوف سيل بتوع الشرايط زمان عشان الناس ما تخشش المكان وفي موظف هنا وموظف هنا بيطلع بالشريط. فقلت لها يعني الترافيك قالت لي كان بيخش لنا في اليوم يمكن 2000 نفر بيشتروا شرايط. ده قصر قصدالجي في جاردن سيتي هو ده اتبهدل شويه كمان وقت 2011 لان كان الناس بتقعد فيه وكانوا بيولعوا نار للدفا وكده. الاركيتكتشر بتاع القصر ده والانتيرير مرعب لان هو كله كرافتد في بينتينجز بموزايك سيلينجز كامله بالموزايك في حيوانات منحوته في هول فيها حوالي 30 راس حيوان يعني كل عمود بحيوان مختلف في لايرز الوول بيبر انا ما اعرفش ده ازاي عدى الفتره دي كلها بس الوول بيبر ده نفس الالوان الاحمر برضو مع الفضي جوه وول بيبر اخضر بذهبي والسيلينج اللي جوه ده كله موزايك معمول زي تشابل او حاجه بس الاركيتكتشر هنا ودي العواميد دي كلها حيوانات انسبايرد من الغابه. ده كان دوكيومنتيشن للقصر دوت بس هو ستيل اكزيستنج يعني في حته طايره من الصوره دي بس دي اللي كانت السفره اللي على الشمال فاير بليس والترامبلوي اللي في الحيطان هو كل البيت كل الاوض فيها ترامبلوي فوق الخشب على حالته يعني معمول بضمير جدا انه قاعد ماسك كل ده. واللطيف بقى ان الصوره دي انا مصورها من 3 سنين الكتاب بتاع زينيا واخده نفس الشوت بس الضرر اقل يعني الرخام موجود كان حلول البيبان كانت سليمة شوية. بعد كده دخلت على السينمات. احنا السينمات almost الداون تاون بتنقرض. كونسبت السينما الصيفي ده ما بقاش موجود. فهنا دخلت 3 سينمات 2 صيفي وواحدة عادية. دي لو حد عارف وسط البلد دي سينما ريو. هي مقفولة بقالها يمكن كان اخر بوستر كان عادل امام لما كان صغير يعني فاعتقد من ميد 80s او حاجه. وفي علاقه غريبه قوي بين السينما الصيفي والغسيل دي هتظهر بعد كده ما انا مش عارف مش قادر افهمها. دي في الحلميه دي اسمها سينما وهبي برضو دوكيومنتيشن السينمات ده تقريبا مبقاش موجود لان برضو الخطوط هنا زي ما كان كريم عمله في وسط البلد كلها مكتوبه بالايد مفيش اي حاجه الفينيل اللي بيطبع والحاجات دي. ده شباك التذاكر دي السينما الثانيه دي في المانيال برضو نفس موضوع الغسيل كله بيحط غسيل هناك فمش قادر اجيب العلاقه بس السينما الصيفي دي من الحاجات اللي خلاص راحت فبنحاول نلحق اللي موجود. ده حاجة تانية صدفتني بالصدفة تماما. أنا كان عندي تصوير في عمان في 2018 وكان part of the shoot destination shots فهي صلالة على الإكويتر درجة الحرارة 24 طول السنة نخلة على البحر على الأوشن دايركت وابتدينا نصور architecture details كل البيوت دي demolished وسنة 21 في السايكلون اللي ضرب الكوست من المحيط هناك. فدول دي بالصدفة حصل دوكيومنتيشن لحاجة totally out of hand يعني. اخر حاجة عشان ما نطولش انا بشتغل فود كتير وضمن التراث الاكل فاحنا ما عندناش اي proper data او information على local recipes. كنا بنعمل كتاب مع الـ UN والـ World Food Program
فكان في كميه ريسيبيز احنا مش عارفين شكلها ايه، يعني هي الريسيبي مكتوبه طب هتطلع عامله ازاي، يعني العيش النوبي الكابد اللي في النص ده ما حدش عارفه، ملوش اي ريفرنس اونلاين. الاسيوطيه نفس القصه، هي حاجه اكله تقيله قوي عشان بياكلوها في الشتاء للدفى، ليها حوالي 7-8 ريسيبيز ب7-8 اشكال. فكان التيم كله حايز بقى، ما حدش عارف، مش عارفين نعمل ايه. ابتدينا ندور مع الناس النوبيين يدونا دايركشن الحاجه دي غير انها هتعمل ازاي، هتتصور ازاي، ما احنا مش عارفين لها سكه خالص. برضو الرقاق اللي بالثوم واللحمه ده كان حاجه صعيدي جدا، بس برضو ما لقيناش اي proper documentation. هنا نفس الكلام، اللبه دوت عيش بيتعمل في سانت كاترين، بيتعمل على الرمل في القصعة دايركت على النار، بس ده كان له يعني له شويه حاجات. الشلاوله وده وقت الكوفيد قعدوا يقولوا لازم الناس تاكل شلاوله، وهو بالظبط ملوخيه خضراء وعليها ليمون وبصل. وبرده دي حاجه اسمها العمامه الدمياطيه، رقاق محشي كبد فراخ، بس كل الحاجات دي ملهاش اي ريفرنس اونلاين. كل اللوكال كولينري هيريتج بتاع مصر ضعيف جدا اونلاين، وتعبنا على ما عرفنا نجيب ريفرنسز نشتغل بيهم. نور، شكرا. هلو، هاي، انا نور الرفاعي، انا مصور معماري. انا حبي للتصوير بدا وانا عندي 12 سنه، يعتبر توثيق، لان كنت بسافر مع بابايا، كان بياخدني رحلات صيد في البحر الاحمر، فكنتش بعرف اصطاد وعندي سي سيكنس، بس اتليست كنت بصور وبتعلم تصوير، كنت بصوره وهو بيصطاد. يعني لما درست عماره وانا في الجامعه، كبرت شويه ودرست عماره، عرفت قد ايه ان في فاليو، ان انت لما بدرس بشوف كل الاركيتكتشر من خلال صور ناس تانية انا ما اعرفهاش، بشوف حاجه 2D، ما بروحش ازور جاودي المشاريع بتاعته مثلا في اسبانيا او كده. كل حاجه بتدرسها انت بتشوفها من خلال صور لناس هم اللي مصورينها. فبدات افهم الفاليو بتاعت ان انت عين الاودينس عشان يشوفوا مشاريع ممكن تبقى موجوده او ما تبقاش موجوده بعد زمن. يعني انا بعرض بس شويه مشاريع في مصر، انا عارف ان هي ضلمه، بس كوبتيك تشيرشز ده في 2012 كان في انستابيليتي شويه، وطلب مني سان مارك فاونديشن، طلبوا ان انا، خدوا بالكم انا مصور معماري بصور كل انواع الاركتكتشر، التوثيق بيجي لي ساعات بيبقى لونج تيرم بروجكت، لما بنلاقي ليه وقت ويبقى ليه فاليو فبنشتغل عليه. ففي 2012 سان مارك كانت عايزاني ان انا اوثق اكتر من 20 تشيرش. سو فار انا اشتغلت على 8، خلصت منهم 3 بس فاينل، لان التوثيق هنا مش غير بقى شغلي، ان انا بحاول اجيب احسن فيرجن مثلا للسبيس. هنا انا بوثق كل حاجه، يعني مش بس الاركيتكتشر، كمان في كل تشيرش في ايقونات اثريه بتبقى موجوده، بقعد اصورها واحده واحده، وبنجيب نجار بيفك الازاز عشان ريفليكشنز وكده. وكان الكونسلتنت في البروجكت هو دكتور سامي صبري، ده كان دكتور عندي في الجامعه، في جامعه القاهره، هو اللي كان بيقول لي ابدا بايه، لان انت لما بيبقى عندك لسته اوف 20 بروجكتس، نظريا انا كنت همشي باي هيستوري، يعني الاقدم الاقدميه ابدا بيها الاول، لكن اكتشفت ان هو بيفكر بشكل مختلف شويه. مش بس فكره ان المشروع ده او الكنيسه دي في سنه كذا او سنه كذا، لا، كمان القصه بتاعه البيلدينج، القصه اللي هي بتعيش وما تبقاش متاكد قوي من اذا كانت هي حقيقيه ولا مش حقيقيه، بس هي بقت عايشه وبقى ليها قيمه جامده جدا، والمكان بقى مرتبط بالقصه دي. فالاركتكتشر والستوري بيهايند ات هو ده اللي كان بالنسبه له اهم حاجه، طبعا التاريخ وطبعا الرينوفيشن بتاعها وكل ده. فانا بس بعرض لكم فيو فوتوز من كل بروجكت من دول.
باب العزب طبعا مهندس احمد شابودي هو اللي كلمني وكلاينت بدايات، وهو ممكن برضو يتكلم في البروجكت ده لو في اسئله. عتبه ماركت ده كان بروجكت في 2010، كان في مفروض ان هيحصل مسابقه وكانوا جايبيني اوثق الواقع علشان الديزاينرز ياخدوا افكار ويشتغلوا على البروجكت. مجمع التحرير الوضع الحالي ممكن هيحصل فيه ترانسفورميشن. رمسيس ويصاصف ده التوثيق اللي هو كان بتاع الكتاب، الاوثرز كانوا بيوثقوا كل المشاريع بتاعه رمسيس ويصاصف اللي لسه موجوده، لان في مشاريع كتير يعني ديمولشت. تمام. كوبتيك تشيرشز انا اخترت بس فيو شوتس من الهانجينج تشيرش، الكنيسه المعلقه. طبعا انا عندي دي تعمل منها كتاب برضو، انا عندي لايك 150 صوره من كل تشيرش الثمانيه اللي انا اشتغلت عليهم، وهي كانت رينوفيتد وحالتها كانت كويسه جدا. يعني ده الجزء الشريط اللي على الشمال ده هم اللي سايبينه، ده قبل الرينوفيشن لما كانت الضل يعني very dark، الالوان ما كانتش باينه خالص. وده حامل الايقونات، انا باخد كل التفاصيل، يعني باخد انا بوثق كانك بتاخد كل جزء من حيطه، كل حيطه وكل التفاصيل اللي فيها. وفي حاجات كتير كانوا بيستنوها بالاشهر علشان تيجي عشان يعرفوا يركبوا حته معينه، لان في ماتيريالز كتير قوي بقى صعب قوي ان انت توجدها دلوقتي، زي العاج مثلا الليجل وحاجات كده. برضو كنت بخش جوه الالتر وبصور كل الأبواب، وهو كان دكتور سامي هو اللي بيقول لي بالظبط ايه الجديد وايه اللي فعلا ليه فاليو، لان كان في حاجات كتير ممكن انا ما اقدرش افرق. ده باب العزب 21، البروجكت ده من البروجكتس اللي ليها فاليو، يعني انا شايف ان قيمتها في المكان قيمه رهيبه جدا، لان هي بتوصلك ما بين سلطان حسن والرفاعي تطلع تبقى في القلعه، يعني مكان very very promising. ده يعتبر المدخل، وكل بقى الشريط اللي هتشوفوه نيكس ده اللي هو تحت القلعه هو ده البروجكت. فكل الاريا اللي تحت دي والاكسس ده كان مهندس احمد هو اللي جابه لي لما طلعنا العمارة. الدوكيومنتيشن ده برضو بيفيد الناس اللي هتشتغل في تغيير المكان، لان هما بياخدوا نظرتي انا برضو كمعماري، ممكن اشوف حاجه، ممكن اشوف فيستا معينه، ممكن اشوف ابقى فاهم الطرق، ابقى فاهم الفريمينج، فده ممكن يساعدهم ان هما يشوفوا ازاي ممكن يعملوا ري ادابتيف يوز او يستخدموا المكان ده بشكل او الفاليو في كل مكان والفيوز اللي بتقدمه. اوكي ده كان بروجكت اللي كان مطلوب مني الصراحه، هنا مش اركيتكتشر قوي قد ما كان علاقه الناس بالمكان، يعني في سوق العتبه. وده للاسف لما يعني البيلدينج ده اللي هو حصل فيه الحريق ريسنتلي ما قدرتش ان انا اصوره كاركتكتشر بالظبط، كل اغلب الشوتس كانت للسوق، سوق الخضار واللحمه اللي موجوده جوه، وعندي فيري فيو شوتس للتفاصيل اللي فيه والاركتكتشر. ده كان كولاج كنت عملته لكل الواجهات والشبابيك، وعلشان ادي للناس اللي بتشتغل في الديزاين ده، علشان كانت هيتعمل مسابقه ديزاين في المكان عشان يبقوا عارفين ايه الفيتشرز اللي ممكن يعني to inspire them ان هم ممكن يشتغلوا بحاجه، او دي يمكن اكنك بتديهم اللغه، او بتديهم زي ما بتديهم كده الفونت مثلا، بتديهم حاجه تديهم فكره للديزاينز. مجمع ده السيتويشن الحالي اللي فيه، انا هعرض فيو شوتس. ده كان توثيق علشان الترانسفورميشن اللي هيحصل.
رمسيس ويوسف ده الشغل بتاعه كله. في تو اوثرز كونشيتا انروف اند احسان ابو شادي هم اللي اشتغلوا على البروجكت وهم اللي كانوا بيبعتوا لي الليست اوف بروجكت اللي انا محتاج اروح اصورها. في حاجات في القاهره وفي حاجات في محافظات. الكتاب موجود في اي سي بريس بس هعرض شويه شوتس للحرنيه الارت سنتر. Thank you. Thank you, جماعه. احنا كده عملنا البرزنتيشنز بتاعتنا و we're happy to take any questions. الناس نامت مننا. طب ممكن تغني يا داليا؟ انا عندي سؤال. امتى بتقدروا يعني المده الزمنيه اللي بعدها بتقدروا تاخدوا المبنى دوت وتعملوا فيه الرينوفيشن؟ بعد كام سنه يعني عشان الملكيه بتاعته كده؟ كل مبنى ولو ظروفه. في مباني أخدناها فاضية خالص زي القنصلية الفرنساوي، وفي مباني بقى لها معنا 15 سنة ولسه ما نقدرش نعمل فيها مشاريع كبيرة. يعني بيبقى في مستأجرين إيجار قديم، في منهم بيبقوا عايزين يبيعوا العقود بتاعة الإيجار بتاعتهم ويسيبوا المكان، وفي ناس بتبقى مش عايزة تسيبه، فبنفضل مكملين بالمبنى. حاول نعمل مشاريع في أجزاء من المبنى لو فضيت، فساعات وضب المحلات بس او بنوضب اخر ثلاث ادوار او يعني، فما لهاش رول معين. انا هسال سؤال يعني انا بفكر فيه كتير. هل كل مبنى مجرد ان هو يعني قديم بقى ورث التوثيق؟ يعني انا بالنسبه لي انا ام نوت ان اركيتكت، ام نوت ان ارتست، بس اي بصور كتير. انا بالنسبه لي مبنى زي مبنى مجمع التحرير ده از اجلي باي اول ذا مينز اوف ذا وورد. يعني هو شكله مش حلو يعني هو مبنى قبيح، وده كحد متفرج من بره، بس عدى عليه وقت كافي. هل اوتوماتيكلي يعني هل احنا دايما بنتكلم على preserving الهيريتج وpreserving الاركيتكتشر، وفي حاجات كتير متصوره زي يعني هاخد اكزامبل التحرير. يعني لو بصينا على مجمع التحرير وكل الحاجات التانيه هو اوحش حاجه اتعرضت من بره ومن جوه وشكل السلالم وكل حاجه. بنقابل دايما كتير فكره الديمولشنج انه ده واز ديمولش ده واز ديمولش وهكذا، ودايما بيبقى فيه اعتراض. يعني انا اي نو تو اوف يو وبشوفكم معترضين دايما على ديمولشنج اوف مباني. مجرد هل مجرد ان المبنى عدى عليه 50 60 70 80 100 سنه بقى worth of keeping بغير ما نحط معيار؟ انه اصل احنا في مصر انا بحس ان احنا رئات. يعني هو احنا لو كل حاجه في حاجات كتير قوي قديمه، بس انا في حاجات كتير قوي قديمه مش بالضروري يكون فيها worth او قيمه thank you انها تفضل. لكن people like you بشوفهم بيدافعوا عن، او انا يعني اعتقد بشوف بحس ان انتوا بتدافعوا عن المباني القديمه. هل انتوا عندكم reference ولا مجرد انه هو من حقبه تانية فيستاهل انه يتساب؟ يعني انا مثلا بالنسبه لي مجمع التحرير ده بيعبر عن حقبه الحقبه الكومونست اللي هي كان عبي في اي اعمل اي حاجه في ست شهور، او زي مثلا فندق فلسطين بتاع اسكندريه ده حاجه منظر قبيح انا اتربيت عليه جدا، بحس انه يفتقر لي شيء جمالي، بس هو من عتيق من الخمسينات او من الستينات. فماي كويستشن تو يو از المعيار ال وات تو كيب ان وات تو ريموف، لانه وير جونا ايفنتشلي ران اوت اوف سبيس. ف ايه اللي بناء على ايه بتقولوا انه ده حرام يتهد سواء معترف بيه كاثار ولا لا؟ في حاجات كتير قوي قديمه مش موثقه اثار، وده ديبيت تاني. وبناء على ايه بتحس امتى هتحسوا انه هو قديم بس هو لا ما يستحقش انه يقعد واتس اوكي تو ريموف؟ ثانك يو. ميرسي يا ساندرا. انا عارف تقصدي ايه، بس خلينا نبعد عن الاثار اللي تسجل ده خلاص مش هنتكلم فيه. الحاجات التانيه اللي هي قديمه دايما لما نيجي نبص على اي مبنى قائم
بنبص على القيم اللي فيه، وفي اربع قيم دايما بنبص عليها: القيم الجماليه، القيم المعماريه، القيم التراثيه، وقيمه المنتج اللي ممكن يطلع منه. وعلى اساسه بنحدد هل المبنى ده طالما هو مش اثر، لو بيسجل تعالي نقول فرضيا سكور عالي على مجموعه القيم والاتريبيوتس اللي محددينها، ساعتها بنقول المبنى ده يستاهل ان هو يتم اعاده توظيفه في شكل اخر او اعادته لاصله كما كان بنفس الوظيفه. فده المعيار، مش بندافع على اي مبنى بغض النظر عن قيمه. لو كان ضعيف من ناحيه القيم، يعني مثلا تعالوا نمسك دلوقتي المناطق العشوائيه، الحاجات اللي بنشوفها على الدائري اللي بتتهد، ما اعتقدش كمان 50-60 سنة هيبقى حد زعلان على واحد فيهم لو اتهد. ممكن ناخد اكزامبل مجمع التحرير عشان يتوصل لي. مجمع التحرير انا بالنسبه لي مبنى جميل جدا، ومبنى ومبنى لا ينتمي لحقبه الاشتراكيه. المبنى اتصمم في عهد الملك فاروق واتبنى في عهد الملك فاروق، لكن افتتح في سنه 53 او حاجه. والمبنى ده قيمته كبيره من ناحيه ايه؟ اولا ده يعتبر رمز التحول من مرحله لمرحله. مصر ايام العائله العلويه كانت بتدار من القلعه، الدواوين ومنطقه القاهره التاريخيه. اول ما فكروا نطور النظام الحكومه قال لك احنا هنجمع كل الخدمات، كان اياميها مصر عدد سكانها صغير يعني، فقال لك احنا هنجمع كل الخدمات في مبنى واحد، كان انوفيشن في حد ساعتها، وكان بنيه معماري مصري مش معماري اجنبي. اوكي. وتصميمه علشان يخدم الغرض ده. مع الزمن المبنى ده كموقع شهد على احداث كتير قوي في تاريخ مصر، دي اللي مدياله القيمه بقى الحقيقيه دلوقتي، لان الـ النقاش حوالين نهد ولا نطوره، هو الحمد لله انه هيتم اعادة توظيفه في وظيفة جديدة مع الحفاظ عليه كقيمة معمارية علشان الاحداث اللي شهدها. ده جايب تاريخنا، ناس كتير لسه عايشة من مواليد فترة الخمسينات بكل الاحداث اللي مصر، هو مجمع تحرير كان شاهد عليها. فبالعكس يعني، ولا ايه يا كريم؟ وفي جيل كامل عنده ما بين 8 ل 11% من حياته مضاها في مجمع التحرير، فمش عايزين. انا متفق معاك، انا بشوفه ان هو مبنى حلو من الناحيه المعماريه، يعني انا بحب شكله من بره، وانا بحب الاشكال الاردك والخطوط الطويله دي، حاجه بتعجبني. ودي حاجة برضو لازم ناخد بالنا منها، ان هو الذوق بتاعنا بيتغير مع السنين. عمارة سينما راديو في ناس كتير قوي كانت بتقولي انتوا ليه اشتريتوا عمارة شكلها وحش قوي كده، انا بلاقي انها عمارة قمر يعني، الخطوط بتاعتها بتعجبني. والنهاردة بعد ما شلنا شوية من التراب اللي عليها بقى شكلها احلى بكتير قوي، والناس رجعت تقدرها تاني. ما ينفعش ان الذوق يبقى هو العامل اللي بنقول نخلي الحاجه او نشيلها. ايوه، كنت عايز اشكر حضرتك على رد حضرتك يعني، وانا عايز اقول حاجه برضو عشان دي حاجه مهمه جدا، وبسببها يعني بيتهد حاجات كتير قوي، ان في ثلاثيه كده بتاعت القيمه بتاعت اي حاجه، اللي هي بتاعت الانسان والزمان والمكان، تمام. والمبنى دوت فيه بقى الثلاثه، يعني الانسان اللي هو كان اول حد يتخرج من كليه هندسه، شيخ المعماريين محمد كامل اسماعيل هو اللي مصممه زي حضرتك قلت، وهو صمم كمان دار القضاء العالي، فدي حاجه مهمه جدا. الزمان ان هو شهد على حاجات كتير جدا، تمام. والمكان ان هو محدد ميدان التحرير، ودي حاجه مهمه جدا جدا. الثلاثيه دي الناس بتنساها كتير قوي في حاجات زي مثلا الجبانات ومناطق تانية مهمه كتير في مصر، منها مثلا القاهره التاريخيه وحاجات زي كده كتير. فانا بشكركم ان انتم يعني بتكومنت الموضوع يعني، ومبسوط من رد حضرتك جدا. شكرا. الله يبقى اشكرك، ميرسي. في سؤال فوق بعد اذنك استاذ فوق خالص. السلام
بصراحة كريم مشروع من أول يوم وهو مشروع جميل، وعلشان كده يعني كثير مننا اقتنع بالفكرة ودخل في مساهمة في شركة إسماعيلية، وربنا يكون في عوننا كمساهمين، لأن النهاردة اللي بيعمل كشك سجاير ولا سيركل كي بيبقى عنده عائد مادي. لكن بغض النظر عن كده أنا شايف إن اللي بيحصل والمراحل اللي حصلت بكل التحديات ده بتوري ان احنا ممكن نوصل لحاجه. بس هل شركه اسماعيليه هتقدر تعمل ده ان كولابوريشن مع ستيك هولدرز اخرين في منطقه القاهره الاسماعيليه زي شركه مصر للاصول او مالكي اللي عندهم كريتيكال ماس اوف اونرشيب في منطقه وسط البلد، وهل ده يقدر يكون في إطار خطة مع جهات حكومية مكملة يعني زي حاجة زي التنسيق الحضاري أو حاجة كده؟ وهل ممكن أن بنزينة مصر أو التعاون دي هتبقى تشيل أوت وهيحصل نفس التحول اللي حصل في حتى في مناطق السبيربيا اللي بنقول عليها في 6 أكتوبر النهاردة او في التجمع اصبحت شبه المهندسين، ويعني مش عارف ايه اللي هيحصل يعني. هل في حاجه مانوال للقصه دي؟ في حد بيشتغل عليها؟ في حد سيريس فيها؟ ولا اتس اونلي انديفيدوال افورت اوف شركه بفيجن معين؟ شكرا. انا سعيد قوي انك سالت السؤال ده. طبعا انت سألت 12 سؤال جوه واحد، فهحاول افصصهم وارد عليهم. اولا من الناحية احنا بنبص دايما على شركة اسماعيلية ان هي اول شركة في مصر بتخصصت في الادابتف ريوس او اعادة استخدام مباني قديمة تاريخية، فكان في كمية education لازم نعملها للسوق ابتداءا من الحكومه نفسها، الاحياء والاجهزه المختلفه، ان احنا نفهمهم يعني ايه ادابتيف ريوس، وليه حد مجنون ونزل يشتري عمارات في وسط البلد، ما تروح يا ابني تشتري ارض في التجمع وتبنيها فيلل. يعني عدينا في المرحله دي، عدينا في مرحله ان احنا بنقنع الكونسيومر ان هو ينزل وسط البلد. فالنهارده انا شايف ناس من 10 سنين ما كانش عندهم اي حاجه يعملوها في وسط البلد، ما كانش لهم اي انترست فيها، النهارده بقى في وبقى في ناس مستعده ان هي تفتح محلاتها والى اخره. ف اي ثينك ان احنا عدينا حته صعبه قوي في ان احنا نقنع العالم ان ده ممكن، نقنع الناس في مصر ان ده ممكن. والنهارده الحكومه جات لنا في مراحل مختلفه بتتكلم معانا ان احنا ازاي نتعاون، ما وصلناش لمعادله ان احنا نعرف نتعاون مع بعض، بس هتيجي لان هم شايفين النتائج اللي احنا بنوصل لها. الرد الثاني عليك، ما في النهارده في طبعا في العالم جايد لاينز كتير قوي على ازاي تو بريزرف هيستوريك ارياز، او انك انت ازاي تو ريفايف ارياز زي داون تاون، وفي اكزامبلز من اسطنبول لغايه نيويورك لغايه برازيل، امثله كتير جدا. الحمد لله ان لغايه النهارده الحكومه المصريه بالمفرد او يعني بالاجهزه المختلفه بتاعتها شايفه ان وسط البلد لازم يتحافظ عليها من الناحيه المعماريه والفنيه. هل في تشيل اوت هيتزرع في حته او هيطلع مره واحده؟ مش عارفين، بس لغايه النهارده الكلام مع الوزارات المعنيه والاجهزه المعنيه ان احنا لا عايزين نحافظ، وعايزين نبعد عن ان احنا نجيب بقى ماكدونالدز اكتر ونجيب براند زي اتش ان ام وبتاع، ونركز اكتر على ان يبقى في هويه مصريه معاصره في منطقه وسط البلد. ولغايه دلوقتي الدنيا ماشيه، فيعني عندنا lot of optimism و positivity على اللي بيحصل so far. حبيب قلبي، مساء الخير، ازيكم؟ ميرسي على المحاضره الجميله دي. انا سؤالي يخص شويه الجيل الصغير اللي هو جيل اولادي 14 و 16 سنة ماسكة الموبايل دلوقتي ومش مركزة معنا. احنا انا بلاقي شوية مش ستراجل، بس ان الجيل ده نقدر نسحبه ونجيبه معنا وسط البلد ايفنت زي ده مش حاجة سهلة.
انا مرات احمد الشابوري، فاحنا بس يمكن كعيله علشان غاويين قوي المناطق القديمه والتراثيه وبنحب الارت اكزيبيشنز والحاجات دي، فشويه عندنا شويه تاثير على اولادنا. يمكن الطلعه الاولانيه بتبقى صعبه، لا مش عايزه اجي او كده، بس دايما لما بينزلوا معانا فعلا هم هيقولوا بيتبسطوا قوي. هل في عندكم فيجن ازاي ممكن الجيل ده يفضل مهتم ان ينزل وسط البلد ويشوف حاجه هو يحب يروح لها؟ يعني انا بناتي بيقولوا كتير قوي احنا نفسنا نعيش في الزمالك او نفسنا نعيش في وسط البلد، رغم ان هم مبسوطين قوي في حياه الكومباوند والحياه المودرن وكل حاجه، بس هم بيحسوا بحاجه، يعني هم لسه جواهم حاجه، بس انا الحاجه دي مش بشوفها في بقيه الجيل ده. فهل في عندكم رؤية للجيل ده ايه اللي ممكن نجذبهم ازاي لمكان زي الحتت دي؟ يعني اكتيفيتيز ليهم، رحلات للمدرسة، مش لازم يروحوا بس الهرم او يروحوا متحف، لا ينزلوا وسط البلد. يبقى انتوا عندكم تارجت اودينس للمدارس، ان انتوا ازاي تجذبوا الطلبة والسن الولاد او الاطفال اللي في المدارس؟ هقول لك احنا لما ابتدينا المشروع ده في 2008 كنا متخيلين ان لما ننجح في اللي احنا بنعمله او لو نجحنا في اللي احنا بنعمله، اللي هيبقى مبسوط انه ينزل وسط البلد هيبقى الاجيال الكبيره اللي فاكرين وسط البلد من زمان وحلاوتها. واكتشفنا ان لا، ان اكشلي الاجيال الكبيره هم مبسوطين قوي في سوبربيا ومبسوطين قوي بالجناين وبالعصافير، وان اللي مهتمين اكتر بوسط البلد هم اتس ماتش يونجر بوبوليشن، ماتش يونجر جينيريشن، بيدوروا على هم اتربوا اكشلي في المولز وفي الكومباوندز، وبالنسبه لهم اتس نوت اتراكتيف، فبينزلوا وسط البلد سبيسيفيكلي عشان الارت اند كلتشرال اكتيفيتيز اللي بتحصل، which are much more مش عايز اقول ريل عشان او يعني مور جينوين ذان المول واللايف بتاعت سوبربيا يعني. واحنا عارفين ان في الاخر هيبقى في جزء من البوبوليشن عاجبه الحياه بتاعت سوبربيا وجزء تاني عاجبه الحياه بتاعت المدينه، بدليل ان نيويورك موجوده وحواليها سوبربيا، كاليفورنيا موجوده وباريس موجوده وحواليها سوبربيا، وفي ناس بتحب تعيش في المدينه وناس بتحب تعيش بره. اللي كان يتالي اللي كان ناقص في مصر ان يبقى في المدينه حته بتوفر نفس الكواليتي اوف ات ليست بيلدينجز اند لايف اللي ار اوفرد في الكومباوندز. فاي ثينك ان احنا وير بريزنتنج ذات موديل، وسلولي اللي عمال يبوبوليت داون تاون النهارده هي از اكشلي ا ماتش يونجر جينيريشن، مش الاجيال الاكبر. انا عايز اضيف على اللي كريم قاله، ان ده اهم وسيله دوكيومنتيشن موجوده دلوقتي. احنا في عصر كلنا بنعمل دوكيومنتيشن واحنا مش حاسين. الانستغرام بالذات بقى وسيله توثيق غير طبيعيه. دورنا بقى ازاي نقدر نوصل للجيل ده عن طريق الموبايل اللي هو على طول في ايدهم، ونخلق لهم حاجات فيجوالي ابيلينج تجذبهم للمناطق دي، لان هم لما بيجوا فعلا بيحسوا بتجربه مختلفه. اللي بنحاول نعمله دلوقتي على مستوى المناطق اللي هي بعد وسط البلد، وسط البلد وصول ليها نوعا ما سهل، فيها خدمات، فيها نشاطات ظريفه. المناطق بقى الثانيه اللي هي تعتبر في قلب نطاق مثلا منطقه القاهره التاريخيه، علشان تجيب الجيل ده وينزل لازم نخلق لهم، مش يجوا يتفرجوا على الاثار، لا لازم يبقى في مجموعه خدمات اساسيه عشان تقدر تبقى مناطق جاذبه. وده اللي احنا بنشتغل عليه على كذا ليفل دلوقتي مع الجهات المهتمه بتطوير او تنميه مناطق القاهره التاريخيه. والبلد نفسها هتلاقيها بتعمل من ناحيتها اللي تقدر عليه. يعني مثلا هقول لحضراتكم على حاجه ممكن كتير في انكم ما يعرفوهاش، المناطق في القاهره التاريخيه اللي الناس بتزورها بشكل كبير هي المناطق من منطقه خان الخليلي لغايه باب الفتوح اللي هي الحته المشهوره، رغم ان الحاجات الحلوه قوي موجوده الناحيه الثانيه من اول الغوريه لغايه باب زويل. دلوقتي بقى في مسار جديد اتفتح بتذكره تاخد كل الاثار في شارع الدرب الاحمر اللي كانت كلها مقفوله، مجموعه خير بيه
المسجد الأزرق وطنبوغة المرداني، يعني في مجموعة أثار جديدة كلها ترممت حديثاً واتفتحت بتذكرة واحدة تقدر تعدي فيها. منطقة الضرب الأحمر ما فيهاش خدمات، فلما نيجي نقول عايزين نجيب الولاد دول لازم نبقى موفرين حاجات البسيطة، عايزين يخشوا حمام، عايزين يأكلوا حاجة. في مشروعات بتتم دلوقتي، في جهود بيقوموا بيها أفراد، لكن لسه المومنتم ما تحركش بنفس السرعة اللي وصلت لها وسط البلد دلوقتي. مساء الخير. طيب أنا بصراحة يعني الجزء ده ما كانش of interest، بس المحاضرة كانت حلوة جدا. أنا حضرت، أنا مبسوط إن أنا جيت النهاردة حضرت صراحة. المحاضرة كانت حلوة وكان خلتني إن أنا بقى interested أكتر، خصوصا في حتة مجمع التحرير. أنا كان بالنسبة لي ما أعرفش أي حاجة مجمع التحرير غير إن هو مبنى الناس كلها بتحاول تبعد عنه الصراحة، بس يعني لما عرفت الجزء ده لا الموضوع التفكير اختلف. أنا بس كان عندي سؤال، هل في لما بيكون في يعني مبنى قديم أو أيا كانت سينما، أو مثلا خلينا ناخد اكزامبل سينما مثلا، هل في لما بيحصل لها رينوفيشن أو كده بتتغير لحاجة تانية، ولا في حاجات ممكن تفضل زي ما هي؟ يعني مثلا ممكن السينما مثلا بشكلها أحاول أحافظ على شكلها القديم وخليها برضو السينما زي ما هي وكل حاجة، بس بخليها بالوقت بتاعها القديم واستخدمها زي ما هي، ولا بيبقى كل التوجه كله بيبقى ان انا الحاجة دي بغير الوظيفة بتاعتها خالص؟ هل ده في كل السيتويشنز، ولا في حاجات لو فضلت زي ما هي اقدر اخليها بنفس الرول بتاعتها؟ لا، مش في حاجات ممكن تتحافظ على النشاط الرئيسي بتاعها، وفي حاجات بتتحول تماما. انا في سينمات في باريس انا رحتها كانت فضلوا محافظين على ال 800-900 كرسي، والنهارده ده مش حاجه اقتصاديه خالص انك يبقى عندك سينما فيها 900 كرسي. ورحت في ميلانو سينما تحولت لزارة، لمحل زارة. فمفيش حاجه، في حاجات قليله جدا بتبقى الدول بتقرر ان هي النشاط بتاعها ما ينفعش يتغير، وفي حاجات تانية لا تقدر تغير النشاط بتاعها. بس عشان تحافظ على المبنى لازم يفضل مشروع اقتصادي، يعني لازم يفضل يقدر يصرف على نفسه ويرجع عائد للمستثمرين ان هم يقدروا يفضلوا يستثمروا في المكان. بصوتي مش عايز ولا كلمة. هاي زيكو. انا كان عندي سؤال بيخص سبيسيفيكلي طبعا وسط البلد، هو يعني واتس نيكست فور وسط البلد. يعني انتوا كنتوا بتقولوا بروجرس سلولي بات شورلي، انتوا ذا تشويس اوف عمارات اللي بتشتروها، هل هي كلها اللي في الشوارع الرئيسيه؟ از ات في بروجكت ريزيدنشال، ولا هي معظمها هتبقى حاجات كوميرشال ومكاتب اكتر؟ وسط البلد has become a cultural hub for a lot of people. يعني فكنت عايز اعرف انتوا شايفين what's the vision يعني في الخمس عشر سنين الجايين، وتشويس العمارات يعني انتوا بتختاروا based on what؟ لان انا شايفة ان في عمارات فرعية من هدى شعراوي حلوة، بس اسماعيلية بعيدة عنها. thank you. طيب يعني انا هقول حاجه صغيره قبل ما كريم يرد. كحته رؤيه، مصر دلوقتي بتبص للقاهره ان فيها ثلاث مناطق جذب رئيسيه، خاصه في الجزء الخاص بالسياحه. المنطقه الاولى اللي هي منطقه تعالي نسميها مصر القديمه، اللي هي الجيزه، متحف، هرم، سقاره، دهشور. ده اول منطقه جذب. تاني منطقه جذب القاهره التاريخيه، متحف حضاره، قلعه، المعز، الضرب الاحمر، الحته دي. المنطقه الثالثه هي وسط البلد. اوكي، علشان كده في خلال السنتين ثلاثه اللي فاتوا بدانا نشوف الدوله اتشجعت من الشغل اللي شافته
من القطاع الخاص في منطقة وسط البلد إن هي تبتدي تطور ميدان، تنوره، تدهن، تغير يفط. الهدف من ده إن تبتدي مصر تروج كمان لوسط البلد كوجهة سياحية للمصريين والأجانب. السياحة مش بس سياحة أجانب، السياحة مصريين كمان. فده التوجه، ده الرؤية، إن أنت تخلقي نوع من السياحة اللي هو ممكن تسميه سيتي توريزم مثلا، يدي لك منتج جديد من قلب مناطق تعتبر الناس ما دستهاش لسه. المنتج أول ما بيظهر بتبتدي الناس تجيله، والفعاليات اللي بتعملها الشركات دلوقتي زي الإسماعيلية وكده وسيجما وغيرها بدأت تشد الناس تاني لمناطق وسط البلد. وأعتقد ده الهدف، ان انت تقدر تجيب رجل مختلفة، رجل عندها قدرة شرائية، ان هي تقول للناس المستثمرين المساهمين وكمان الناس اللي جات أجرت منهم انت جيت ورا فكرة ناجحة. لان دايما البعد الاقتصادي هو مهم قوي في حتة الاستدامة. لو ما قدرناش ان احنا نخلق المعادلة ان الطرفي السبلاي والديماند لقوا بعض، التجربة مش هتنجح. وده اللي أعتقد اللي بيتم سلولي باتشوري. مظبوط؟ تماما. هو احنا يعني كويس انا اتكلمت على سيتي توريزم، لان مصر ما فيهاش حته ينزل السائح يعني لو عايز يتغدى في حته تطلع في الريستورانت الصيني عندنا في الدور الثامن، او ممكن تاكل سوشي في الدور الاول، او تروح تاكل في المركب الفرعوني. عايز تشتري حاجات روح خان الخليلي اشتري تمثال نحاس. ما عندناش حته السائح ينزل يتمشى فيها يشوف مصريين عاديين وياكل اكل طبيعي. يعني مش لازم ياكل رز وملوخيه وفراخ، ممكن ياكل بيتزا او برجر بس معمول من في مصر من شركه مصري او براند مصري او مطعم مصري، ويشتري بنطلون جينز من شركه ديزايند من ديزاينر مصري. فما عندناش الديستنيشن دي. فاتمنى ان وسط البلد تبقى، او الفكره ان احنا نتحرك في الاتجاه ده. وسط البلد in our vision is مكان بيرحب بناس من جميع فئات المجتمع، سواء من جوه المدينة أو من خارج المدينة أو من خارج البلد أصلا. فهو مش المفروض يبقى حصري على فئة معينة من المجتمع. وبالتالي احنا بندور على ان احنا وسط البلد اللي تهجرت من فئات كتير قوي على مدار السنين نرجع ندخلهم تاني، ومن غير ما نزق اي حد بره. هو كل الناس المفروض يبقى مرحب بيها في وسط البلد. احنا كشركة بنشتري العمارات، بنحاول نشتريهم قريبين من بعض بحيث ان هم يستفيدوا من التطوير اللي بنعمله مع بعض. لو بنعمل جراج او بنعمل سيرفيس معين او بنفتح اوتيل هنا يبقى المطاعم في العمارة اللي جنبه. وبالنسبة لنا كشركة اسماعيلية التوسع هيكون في المرحلة الجاية برضو في وسط البلد، نشتري عمارات اكتر. وبنحاول ان احنا زي ما بقولك نخليهم في كلاسترز يقدروا يفيدوا بعض بالتطوير اللي بنعمله. بتهيالي كلنا متفقين ان بأهمية التوثيق للتراث المعماري اللي موجود عندنا. ما فيش حد بينزل يصور في وسط البلد او في القاهرة التاريخية الا ما ممكن يقعد يحكي لنا ساعات وساعات عن مشاكل التصوير في الاماكن دي. احنا من خلال يعني من اهمية التصوير والتوثيق ان احنا بنحط التسلسل التاريخي بتاع مبنى او مكان او حاجة. فاحنا النهارده اما بنمنع التصوير بالشكل المكثف اللي بيحصل ده بنقطع الحلقه دي وما بنشجعش انها تكون متواجده. وبالتالي يعني في علامات استفهام كانت في البرزنتيشن هنا على صور مش موجوده المباني كنا نتمنى انها تكون موجوده. النهارده هل من خلال المنصه زي كايرو فوتو ويك نقدر نطلب كده طلب جماعي ان منطقة وسط البلد والقاهرة التاريخية تبقى فيها شوية حرية تصوير؟ يعني هل ده طلب مستحيل؟ بص اللي حصل ادهم ان من مش فاكر قد 6 أشهر سنة
نزل قرار رئيس الوزراء اللي بيسمح للناس بالتصوير في الشارع، كنا محتاجين قرار رئيس وزراء يعني. ف تمام. فعلا يعني هو قرار بيقول كده. طيب انا هسكت. ممكن نجرب نتكلم. معلش كريم، هي المشكله مش في القرار بس، هي المشكله كمان في الناس اللي في الشارع. يعني انت الناس بتقول لك انت بتصور ليه؟ انت الشارع ما واحد ملوش اي ده. انا يوم 11 فبراير 2011 البلد ما فيهاش ولا جيش ولا بوليس، تلاقي واحد من الناحيه بيقول لي انت بتصور ليه؟ بلد سايبه. فالناس بتحب تفتي وتتفلسف، فده ده موضوع تاني غير القرارات. يعني مشكله في الناس. يحيى، وقت اللجان الشعبيه كانوا واقفين على الكوبري وبيوقفوا الناس يبصوا على بطايقهم ورخصهم، وفي واحد لقيته وقف واحد عشان الرخصه بتاعته منتهيه. ظابط. مساء الخير. انا العربي بتاعي على قدي. انا شاهد وساكن في عماره الإسماعيلية، من سكان وسط البلد ومولود في وسط البلد من عابدين. أنا في عمارة كودك، وعشان أنا شاب صغير يعني حضرت حوالي 4-5 مراحل في التغيير في وسط البلد. بحي إسماعيلية لأن عرفوا إزاي يحتفظوا على الحركة ونظافة العمارة. العمارات كلها في مش بس maintenance. It's not maintenance. It's care. They care. وفي نفس الوقت في مشكلة مش عارف هنحلها ازاي. ان مثلا في عمارة كودك، مكتب كودك العالمي اللي أنا شفته في ممر كودك نهاردة أحلى مكان يتعمل فيه عرض للشباب الفن، والحركة موجودة. بس في مشكلة لازم أقولها. باركينج is a very serious problem. عشان أنا مش بس ساكن في عمارة كودك، أنا عندي محل كمان في وسط البلد. And I'm not going to mention the name. Reader's Corner. في كل المنطقة ده اللي لازم نلاقي له تدريجيا، مش هيحصل على طول، تدريجيا حل. برافو إسماعيلية. Great job. هو ده هيبقى اخر سؤال I think. ف فود دوكيومنتيشن. الصوت كده تمام؟ سؤالي، انا عارف انه الموضوع كله فوتوغرافي وسط البلد وفيري ماتش ابريشيتد، بس موضوع الاكل تحديدا يعني سلطت الضوء عليه بالنسبه لي شويه. حته الفود دوكيومنتيشن في مصر، انا راجل يعني بتاع اكل وانفولفد في عالم المطاعم وفيري جود جوب على حته الريسيبيز او الاكلات اللي يو ديسكفرد. يعني في حاجات انا فعلا اول مره اسمع عنها بصراحه. كان كلنا مش انت بس. لا يعني في ريسيبيز، ونوعا ما متضايق ان في حاجه يعني وانت بتشرح الريسيبي نفسها متضايق ان في حاجه بالريتشنس ده والناس ولا نعرفها ولا الناس عارفاها. حابب اسالك دي حته انا مهتم بيها قوي بصراحه، حته الفود كلتشر. عمال احنا عندنا ايدنتيتي كرايسيس مينلي اصلا في حته الاكل في مصر. حابب اسالك يعني how and why is this a serious challenge. ده اول سؤال. او ايه العوائق اللي مقابلاك في الموضوع ده، وهل في possible contact او collaboration مع restaurant owners او ناس في الفود اندستري او بلوجرز او ايا كان to showcase الكلام ده بشكل اوسع ولا لا؟ يعني احنا كان الكولابوريشن مع اليو ان ان هم عملوا كتاب 54 ريسيبي
من 27 محافظة، فكان التشويس من المحافظات. طبعا يعني خلص بطريقة مختلفة شوية، بس اخدوا حاجات من اللوكاليتي فعلا محدش يعرفها. كولابوريشن ما اعتقدش الماركت هياخد هياكسبت الحاجات اللي موجودة اللي كانت موجودة في الكتاب. التشالنجز انت ما عندكش اي باك جراوند، انت كل الريسيرش اللي موجود حاجات كلها اونلاين، ما تقدرش تقول عليها يعني موثوق بيها قوي. بس يعني ده المين، لكن لا الموضوع واسع طبعا، وما فيش فيه اي حاجه هارد سيرفيس تقف عليها او تعرف منها حاجه. طيب احنا بنشكر حضراتكم جدا على حسن الاستماع وشرفتونا. ميرسي. It was an honor having you today. Thank you so much for this amazing panel discussion.